فاروق احمد فاروق، بلعب سكواش في النادي الاهلي بقالي 3 سنين. بلعب اتفرجت على الابطال النادي الاهلي، اتفرجت على كريم عبد الجواد نادي الاهلي، رحت اتمرن زيه. فاروق طبعا انا شايفه ان هو سريع جدا، يعني هو عنده لعيب عنده 9 سنين وشايف ان هو سريع جدا في فكره، علشان كده بيقدر ان هو يقدر يفكر كويس جدا وبيقدر يكسب الكوره بطريقه بسيطه جدا. يوم التمرين الساعه 3، باجي الساعة 2:30 وباجي بدري. الكابتن بيكون جاي وبتمرن معاه، بيجري جامد قوي ومن أول واحدة بيخليني أسخن، وبعدين نقعد بقى أتمرن، وبيقعد يعمل لي بقى أنا بضرب ورا، بعدين يعمل سيدول أحطها أضرب بعمل كولوس. أهم حاجة اللي أنا أقدر موظف أرفع رجل إيدي بثلاثة دول كده وبضربها. طبعاً السكواش مكونة من مضرب وكورة، المضرب بيبقى بيضاوي ووزنه بيبقى مختلف شوية، فيه 120 أو 125 جرام، والكورة بتبقى نوعها دبل دوت، وطبعاً هم دلوقتي بطأوا الكورة شوية علشان اللعيب يبقى أسرع شوية، يقدر يجيب الكورة أسرع شوية. مصر طبعا نمره واحد، عندنا في رجال وعندنا في سيدات نمره واحد، وفي ناشئين ده رقم واحد، وطبعا اللعيبه اللي هم الصغيرين بيشوفوا اللعيبه اللي هم الكبار رقم واحد في السكواش، علشان كده احنا عندنا طفره كبيره جدا في الناشئين او الناشئات، ان هم طبعا يعني الحمد لله ان هم برده عندنا لعيبه كويسه جدا ومميزين جدا في السكواش، وان شاء الله تشوفوا يعني باذن الله لعيبه كويسه واحسن. شاركت في البطوله الجمهوريه وبطوله الاهلي وبطوله منطقه الاسكندريه وبطوله سموحه وبطوله ولد دجله وبطوله الصيد والشمس. الاول رحت الدور ال 16 وخسرت، وبطوله هيوبلس رحت لغايه دور الثمانيه وخسرت ولعبت كويس، وبعدين لعبت مع بطولة الجمهورية تالت جيم وخسرت 2-1. أهم حاجة اللي أسمع كلام وأسمع كلام الكابتن واتمرن كويس واحقق البطولات. النادي الاهلي معروف بالبطولات، النادي الاهلي ما بيعترفش بتاني، دايما النادي الاهلي بيعترف بمركز اول، وعندنا الحمد لله 11 سنه من احسن 4 لعيبه في مصر ناشئين او ناشئات في 11 سنه، ودول خارجين من مدرسه الاسكواش، وفي 13 سنه النادي الاهلي نمره واحد، نقدر نقول نمره واحد في الاسكواش. طبعا انا بنصح كل ولي امر ان هو بيلعب ابنه اسكواش او بنته، طبعا اللعبه بتتحرك جميع اعضاء الجسم، واللعبه طبعا مفيده جدا، بتحرك يعني طبعا ذهن اللعيب بيفكر كويس جدا، ولعبه طبعا يعني بتعتمد ان الفتنس بتاعها قوي جدا، ويبقى لعيب سريع ولعيب تالنت. فاروق طبعا علشان يبقى نجم على الطريق لازم ان هو اول حاجه بقولها لازم ياكل كويس ولازم ينام كويس
اوكي، ويقدر ان هو ايه يدي اكتر من كده شويه. انا شايفه لعيب كويس جدا يقدر يدي اكتر من كده شويه، وان شاء الله هيبقى بطل قريب ان شاء الله. انت هتبقى بطل وهيبقى جامد زي كريم عبد الجبار. اسمي نور الدين محمود، عندي 12 سنة وألعب جمباز في النادي الأهلي، ونفسي أكون بطل في الجمباز. هو الجمباز اللي بيقوي جسمي وعقلي. أنا بتعود دايما مع زمايلي لو حد وقع أنا بقومه. نور كان هادي وكان انطوائي، ما كانش بيخاف ينط، كان بيخاف يلعب، كان بيخاف يطلع مناطق عاليه. جمباز غير في حياته حاجات كتير قوي، فدي صحاب كتير، فابتدى يتكلم معاهم، وحركات الجمباز ولعب الجمباز خلاه ان هو يتجرأ ان هو بره ممكن يطلع يلعب لعب كتير، في ما كانش بيطلع يلعبها في الملاهي او سلم عالي او حاجات دي. اختلف معاه تماما يعني، وجرأته وادت له ثقه بنفسه كتيره. كمان لما بينزلوا بطولات فبيبقوا بيقفوا يعملوا جمل قدام الحكام، فدي بتدي له ثقه في نفسه. وفي المدرسه كمان اتغير خالص يعني، مع الاستمراريه في التمرين لا بيتغير خالص في المدرسه، تحس ان هو بقى اجتماعي وبيتعاون مع اصحابه. صداقات الجمباز وزمايله هنا والكباتن طبعا غيروه كتير جدا. انا دايما بساعدهم وبقول لهم ازاي يعملوا الحركه دي، وبقول لهم ازاي يتعاملوا مع الادوات دي، وبقومهم في كل اي لو في خطر بقومهم، وبعلمهم اي حركه هم مش عارفين يعملوها، ويكون في حاجات هم ما بيعرفوش اللي هم يستخدموها فانا بعلمهم ازاي يستخدموها. وبعدين انا بحب صحابي وعشان كده بساعدهم. الجمباز هو اللي خلاني اعمل كده. نور بيبقوا في التمرين بيبقوا في جروبات يعني، بيحاولوا يرتبوا المراتب لبعض، بيبقوا مع بعض، حد مثلا وقع صاحبه بيجري عليه فبيعاونوا بعض في كل حاجه، حتى لو حد اتصاب كلهم بيجروا عليه، واللي يجيب ثلج يعني كلهم بيبقوا مع بعض، بيتعاونوا كلهم مع بعض، وبيخليه مشاركه ما بينهم يعني، في تعاون كلهم مع بعض. بترتيب الجهاز بقى بيجيبوا مانيزيا، بيلبسوا جلد، حد بيربط للتاني، حاجات كتير. كل ام انها من سن صغير من سن 4 سنين اول رياضه تبتدي فيها رياضه الجمباز، لانها بتدي اعلى فتنس والجسم نفسه بيبقى متناسق، واي لعبه تانية بعد كده بيروحها بيبقى مميز فيها. لو هو حابب ان هو يسيب الجمباز يروح لعبه تانية، ان الجمباز بيدي اعلى فتنس، لان هم بياخدوا حمولات كتير وبيتمرنوا فتنس كتير، وفتنس الاجهزه في الجمباز بيدي اعلى. ممكن يلعب اي لعبه تانية، اي حد ممكن لو راح اي لعبه بياخدوه لان فتنسه بيبقى عالي جدا. هو دي جزئيه مهمه جدا، موضوع التعاون. احنا دي حاجة موجودة في الملعب ككل، وموجودة في اللاعب نور. احنا لعبة وضعها الطبيعي انه هي لعبة فردية، بس احنا جوه التدريب احنا لعبة فردية كممارسة وكبطولة، ان اللعيب هو اللي بيلعب على الجهاز لوحده، انما احنا لعبة جماعية في التدريب.
كذا جزء في التدريب، زي لعيب يساعد زميله ان هو يربط، يساعده ان هو بيديله الجلد بتاعه، بيديله البودره اللي بتقطع على الاجهزه، بيساعدوا بعض ان هم بيحضروا الجهاز، لان مهم اللعيب يحضر الجهاز بتاعه وهو عارف يحضر ازاي، يساعدوا بعض في الجزئيه دي، ودي جزئيات مهمه جدا. الجزئيات دي احنا برضو بنستثمرها في جزئيات ثانيه، اللعيبه بتساعد بعض، يعني هي بتشجع بعض جوه التمرين، وازاي ان كل لعيب من زمايله يبقى عنده مشكله او عنده دروب ممكن زميله يتعاون معاه ويساعده ان هو يتخطى الجزء ده. عشان ابقى نجم محتاجه انام كويس وانظم اكلي واسمع كلام الكابتن وكل يوم اروح التمرين بتاع الباسكت. عشان ابقى نجم لازم اسمع كلام الكابتن واروح التمرين كل يوم واكل كويس واحضر التمرين كويس. عشان ابقى نجم اتمرن على نفسي كويس واتمرن في التدريب كويس واسمع كلام الكابتن. عشان ابقى نجم لازم اتمرن كويس وابقى اركز في التمرين عشان لما يبقى في يوم الاختبارات ابقى كويس، وعشان اتاخد في الاختبارات وابقى من الخمسه الاوائل. العب كويس في كل ماتشات وما اتدلعش خالص، وبعديها اكون نجم وهعرف العب كويس. يكون اصحابي كويسين ونشجع بعض ما نخافش مع اي حد. عشان ابقى نجم اكون يعني اتمرن كويس. عشان ابقى نجم لازم اسمع كلام الكابتن بتاعي واسمع هو بيقول ايه واتمرن كويس، ما اقعدش اهزر، لازم اسمع كلامه واعمل حاجات كتيره، كل اللي بيقوله اعمله بالظبط ويكون صح.